نظمت وزارة الصحة قافلة طبية مجانية بقرية معزام التابعة لمركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة على مدار يومين تم الكشف خلالها على ما يقرب من 1200 مواطن. وتضمنت القافلة كل التخصصات الطبية بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية والصيدلية يتتوافر بها كل الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل مجانا. كما ضمت ندوات عن التثقيف الصحي والتوعية بأهمية لقاح كورونا والتسجيل الفوري لأخذ اللقاح. القافلة تحتوي على معظم التخصصات الطبية، البطنة، الجراحة، الأنف والأذن، الأطفال، النساء وتنظيم الأسرة، بوجود صيدلية بها 90 صنف من العلاج بالمجان، معمل دم وطفيليات بجانب جهاز من الأشعة، والحالات التي تحتاج إلى تخصصات أخرى أو تدخلات جراحية يتم إحالتها للمجمع الطبي ومستشفى أبو خليفة. نظمت مؤسسة حياة كريمة على هامش الملتقى التوظيفي للشباب بمحافظة قنا، نظمت دورات تدريبية للتدريب من أجل التوظيف. يأتي ذلك في إطار مبادرة توظيف مصر بالتعاون مع شركة مايكروسوفت كأحد البرامج والأنشطة التي تساعد في القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل لائقة للشباب ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بمشاركة مجموعة متنوعة من شركات القطاع الخاص التي توفر وظائف متنوعة وفرص عمل حقيقية للشباب. واحنا النهارده في حدث فريد من نوعه، ان احنا النهارده في برنامج تدريبي خاص للشباب. البرنامج ده الهدف منه رفع القدرات والمهارات بتاعتهم، سواء كانت مهارات حياتيه او مهارات توظيف. احنا بنتعلم حاجات في التكنولوجيا، بنتعلم تكنولوجي، بنتعلم حاجات في كتابه السيره الذاتيه، بنتعلم حاجات ليها علاقه بالانترفيو. ده كله بيأهلنا ان احنا نلاقي فرص عمل. وزي ما حضرتك كلمه بتهتم بالبنى وبالبنيه التحتيه، بتهتم برضه ببناء الانسان، عشان كده بتحاول توفر فرص افضل للافراد من خلال ان احنا بنديهم فرص تدريبيه، فرص للتجربة، بنعرفهم بشركات ممكن يقدموا فيها، ومن خلالها يقدروا يلاقوا فرص عمل كويسة، ومن هنا بنقدر نعمل تمكين اقتصادي للمجموعات دي. النهاردة إن شاء الله التدريب مقسم من تدريب تكنولوجي، إزاي إن أنا أصمم السي في على الوورد، وإزاي أتعامل مع الإيميل وأرفع السي في بتاعتي، وإن أنا إزاي أبعتها على الإيميل لأي شركة، وأتعلم إزاي إن أنا أتعامل على الوان درايف وتمام والباوربوينت. ده اللي هو التدريب التكنولوجي. تاني يوم هيبقى عن السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية في التسوق الشخصي والمهارات الحياتيه، ده بيبقى ثالث يوم ان شاء الله. ده بالنسبه للتدريبات ما قبل التوظيف. انا جايه هنا عشان استفيد بالمبادره النهارده بتاعه اللي هي تبع حياه كريمه، ان هي توظيف، عمل توظيف الشباب، وبتاع والتدريب ان انا اعرف اعمل سي في نفسي واتدرب على الاوفيس والوورد وكده يعني. كل الشكر والدعم لمؤسسه حياه كريمه اللي ساهمت في كل المجالات التعليميه والرياضيه والثقافيه والاجتماعيه. والخدمات بسم الله ما شاء الله نحن عندنا وصلت لكل النجوع وكل القرى، فالشكر الجزيل لمؤسسة حياة كريمة.